السلام عليكم الغزالات، اميرتي الفنانات اللي منورين ليا الحياه. نتمنى تكونوا بخير. توحشكم البنات بلا قياس. اسمحوا لي غبرت عليكم هاد الايامات. وحتى هاد الفيديو ما عارفاش بالضبط امتى غادي يتحط، لانني ما كيناش في الدار. راكم عارفين العطله قربت سالي، وانا الصيف كامل وانا في الاصلاح. يلا هزيت وليداتي وخرجتهم واحد شويه، وانا دابا واحد شويه بعيده. غنحاول ان هاد القصه تحط لكم في اقرب وقت، وكنتمنى الوقت اللي تحط تلقاكم في احسن الاحوال. عارفاكم راكم بداتي توحشوني، داكشي علاش ما غنزيدش نطول عليكم وندخلوا في قصتنا مباشره. سميتي راديا، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي ومجرى فيها، وغادي نبدا لكم القصه ديالي من الاول ديالها. انا البنات زاديت وكبرت فواحد الاسره اللي على قد الحال، فوسط واحد الفيلاج اللي منسي في هاد البلاد، فيلاج اللي بعيد بزاف على السونتر ديال المغرب، بعيد على العاصمه. المهم كبرنا بداكشي اللي قسم الله، ما عدناش وما خصناش. صراحة ما كناش كنحسو بهداك الفارق في المستويات، لان الناس كاملين اللي ساكنين في هاد المنطقة كاملين فحال فحال، ناس دراوش وعلى قد الحال. المهم بالنسبة للقراية، انا ماشي شي وحدة اللي كنت قراية، كندير الطريق وكنجيبها للمدرسة، وكان والديا ما مسوقينش، يعني بالنسبة ليهم البرت كتكبر شوية وكتزوج وكدير دويرتها. بعدناش حاجة سميتها البنت تكمل قرايتها شي قراية أولا تخدم، حيت باش تكمل قرايتها ضروري ما خصها تمشي للمدن الكبار، والمدن الكبار كاملين كانوا كبار، كانوا بعاد علينا، والإمكانيات كانوا على قد الحال، وما عندناش شي عائلة اللي تحمر الوجه اللي نقدر نقول لكم أحقارا غنمشي نكمل قرايتي عند فلان ولا عند فلانة. وطبعا فاش ما كتكونش القراية ما كتكونش حتى الخدمة، يعني حتى الخدمة ما عمرنا ما فكرنا أن البنت تخدم. كان با مسكين كيتقاتل، داكشي اللي قسم الله كيجيبو لينا. المهم بديت غادي وكنكبر حتى وصلت للسن ديال 17 عام. تما البنات غادي يشوف فيها الخطاب شي ناس كيعرفوا عكوز اختي في نفس المدينه اللي ساكنه فيها اختي. اختي ساكنه في واحد المدينه اللي بعيده على الفيلاج ديالنا، تقريبا جايه لواحد 5-6 ديال السوايع، وساكنه هي في مدينه كبيره ماشي عكس الفيلاج اللي ساكنين فيه حنايا. المهم الوقت اللي جاو داك الناس انا فرحت بزاف، حيت ما نكذبش عليكم كان حلمي انني نخرج من داك الفيلاج، كنت باغا نمشي للمدينه. عرفتي شي وحده اللي مثلا كتحلم باوروبا وهي ساكنه في مدينه كبيره فحال هكا؟ انا بالنسبه لي اوروبا هي كازا، هي الرباط، هي مراكش، هي اكادير. هاد المدن كاملين بالنسبه لي راه مدن كبار، شي حاجه اللي انا ما عشت فيها. يعني انا عايشه دائما حياتي في ديك المدينه الصغيره، ومشي حتى مدينه، هو واحد الفيلا صغيرة البنات في شارع واحد وديور قلال، وشي كيعرف شي درهم ديال الجاوي كتبخر كل شيء البنات. المهم جاو الناس، اختي شكراتهم لينا، قالت لنا الله يعمرها سلعه، المراه داخله سوق راسها عندها وليداتها وداكشي. المهم هاد الولد ساكن مع دارهم، دري كيبان ظريف ما ناقصو حتى شي خير. صافي هاديك دوغ معانا. المهم دوات ما تكلمات، قالت لهم انا غنشرط عليكم شرط واحد، البنيته ها نتوما كتشوفوا فيها مازال صغيره، مازال ما عارفه حتى شي حاجه، الا زوجتوها لولدكم خاصكم تتعاملوا معها كبنتكم، وبشويه ديروا معها الخاطر حتى تولف ودير عقلها وتبدا تكبر كيف ما كنقولوا تكبر على يديكم. ايوا العجوزه قالت لها الله اودي على الراس والعين، وهذا هو النهار الكبير، انا نتهلا فيها ونديرها فحال بنتي، وانا من هنا وانا من لهيه. المهم السيد بدات عليها بالقرنابي، ومامتي مسكينه تيقات. كنا دوينا على الموضوع ديال الصداق والحوايج، السيده قالت ليهم انني انا غنعطيها 5000 درهم، 100000 ريال فيها كل شيء، فيها الحوايج، فيها الصداق، فيها كل شيء البنات. مي جاتها قليله، وحتى با ما عجبوش الحال، ولكن ما قدروش يهضروا ولا يتكلموا، حيت كيف ما كيقول با ما عندي بقرات للبيع، عندي بنات. وكيقول البنت ماشي بداكشي اللي عطاوها عائلة الراجل او بصداق، لا البنت خص غير تلقى عائلة الراجل مزيانة، والراجل يكون مزيان يتهلا فيها، اما الفلوس كتمشي وكتجي. عدو في الصبر وغمضوا عينيهم وقالوا ماشي مشكل الدنيا هانية. المهم الناس عطاوني داك 5000 درهم باش نوجد راسي، وكانوا مشاو. كنا اتفقنا على العرس، العرس كان في شهر 7، في الاول ديال شهر 7. صافي هذيك هما مشاو، انا بقيت مع السيد كنهضر معاه في التليفون. الحب والغرام والعشق والهيام، والسيد كان متعز لي في الرجال غير هو، شاد لي خاطري لاقصى درجه، كيهضر معايا في الصباح وفي العشيه، كيقول لي تجي نخرجك ندير ليك نفعل ليك نترك ليك، انايا كيف شفتك حماقيت عليك. المهم داكشي اللي كيبغيو البنات
كامل كان فيه، كان بياع كلام، لسانو كان قد غير عسل. المهم انا يا صاري في تسعدت فيه وبغيته ديال بصح، ما عمرني ما هضرت مع شي راجل قبل منه، ما عمر ما كانت عندي علاقه، ما عمرني ما كنت كنعرف حتى الزواج اشنا هو. كبرت وسط من الحشمه والحياه، كبرت ما عارف حتى شي حاجه في هاد الدنيا. المهم يا هذيك البنات، فداك الوقيته كيف ما قلت لكم كنت عايشه في الحب والغرام والعشق والهيام معاه. كنت كنتسنى غير النهار اللي ندير فيه العرس ونمشي عنده للدار. المهم الامور تيسرات، كنوصل الوقت اللي كنا درنا فيه العرس. الاب ديالي تقاتل، تسلف وتكلف ودار جهدو كثر، ودار لي الحراسيه اللي تخليني نفرح، كبر بيا، خلاني كي فهمتي، خلاني نحس بحالي بحال البنات. المهم درنا داك العرس ودرناه في العشيه، حيت كانت الطريق بعيده، يعني ما بين كيف ما قلت لكم الدار ديالنا والدار ديالهم قولي واحد 5 6 سوايع. المهم درنا العرس، هزونا داونا باش نمشيو عندهم زائد الطريق، يعني في واحد الحاله ما نقدرش نوصفها لكم. انا وماما كيف وصلنا لزاز عندنا مات العريس، واحد البنت خالتي حقا غادي نوصف الصاله طبعا، راه مشات لان دارها كاينه تما. انا جبنا يا البنات عندهم، دخلوا امي وخالتي وداكشي واحد الصاله مع ماما، وانا دخلوا لواحد البيت وكل واحد تفتك. المهم حنايا كنا نعسنا في واحد الصاله، دوزنا ديك الليله، نعسنا ديك الليله، نضنا الغد ليه مع السبعه الصباح فيقني وقال لي نوضي تقعدي. تخيلوا انا الخلعه والطريق تماره وبزاف ديال الحوايج كان فيا، المود ديال النعاس. قلت له شحال الساعه؟ قال لي هذه 7 ديال الصباح. نوضي واش تبقاي ناعسه؟ شفت فيه ما قدرت نقول ليه حتى شي حاجه، كنت باقا جديده ما كنعرف والو في الزواج. المهم كنت جلست وقلت له دابا ها شنو؟ قال لي نزلي شوفي ماما شنو كدير. نزلت البنات على وعدي وسعدي، طليت عند العجوزه، العجوزه باش تقول لي بنيتي راكي عروسه جديده، قالت لي اجي بديت حتى معايا الفطور، حطيت داكشي اللي كتوجد كنحطو انا في الطبله. نات تصمي امي كتشوف فيا ما فاهمه حتى شي حاجه، ما قدرت تقول لي والو. المهم فطرنا، السيد خرج، انا بقيت مع ماما لين الدار. وصلت العشيه، ماما كانت مشات عند اختي هي وهذيك خالتي وكلشي، وانا هي بقيت جالسه. المهم جالسه حتى جا الراجل، تعشينا الوقت اللي بغينا نعسو. وهاد اللقطه كنتذكرها فحال اليوم، امو هزه مانتها عاد دخلت عينا للبيت وتخشات وسط منا ونعسات، وقالت لك احقا محقا هي ما كتقدرش تنعس بوحدها. انا شفت هذاك المنظر وجاني في شكل، انا عارفه ان المراه والراجل كينعسوا بوحدهم، يعني مو ما عندها ما دير وسط منا. المهم فحال جاتني ساكته ما قدرت لا ندوي لا نتكلم، شفت هذاك المنظر بقيت غير حله عينيه. دازت هذيك الليله، لغت ليها البنات امي غتجي باش تشوفني ومن بعد غادي تمشي. المهم جات امي لديك العشيه جلست معانا، فاش بغات تمشي جدتها العكوسه وقالت لها باتي معنا هذا النهار، امي قالت لها واخا مرحبا. المهم بات معنا امي، الوقت اللي بغات تبات الولد قال لي شوفي غير باتي مع امك اليوم، انا غنطلع نبات مع امي. وفعلا هو طلع بات مع امه، وانا بات مع ماما وماما الليل كامل، وهي كتقول لي بنتي ما تفرقيش الفراش على راجلك، سيري نعسي حداك. كنقولها لا لا ماما غير نعس حداك، انت غادي تمشي وانا غنتوحشك. ما انا غنتوحشك، ما كنتش قاده نقول ليها اشنو طرا في الليله اللي قبل منها وهذاك النهار بالضبط. المهم غمضت عينيا وسكت، دوزت ديك الليله. ماما الغد لي مع الصباح مشات، وانا ديك الساعه نوضوني للحرب والقتال. الراجل كان كينوضني مع الساعه 7 الصباح كيقول لي نوضي وجدي لي الفطور، كنوضى البنات كنوجد لي الفطور، هو كيمشي لخدمته وانايا كنبقى ندور في هذيك الدار. ما عندي ما يدار، الدار كبيره ولكن الشقه فيها قليل، لان ما كناش بزاف، كنت انا وياه والعكوزه. من اللي كيطلعني للسطح اللي كينزلني لتحت، نصيق نجمع نشطب نكرز، ما كنخلي ما كندير. هذيك 12 ديال النهار ما كتوصل غير بالزز، ايوا فاش كتوصل 12 كتلقاني ساليت كنبقى جالسه شوف فيا نشوف فيك كترجي الحوت نهار وما طال. المهم ما كنتش عارفه بالضبط علاش خاصني نوض بكري وعلاش خاصني ندير داكشي، وكنت ساكته ما قاده نقول حتى شي حاجه. فاش كتوصل العشيه الراجل كيجي وكتخشى فيه امه، ما كتخلي لا ندوي معاه لا نتكلم معاه، وحتى هو كيف جيت السيد تقلب عليا، ما بقاش هذاك الراجل اللي كنت كنهضر معاه في التليفون، ولا غير مخنزر ولا كيتعامل معايا بواحد الطريقه اللي خايبه. من نهار اللي حطيت رجليا ما عمره خرجني، ما عمره دورني، وهو اللي كان كيقول لي غير تجي ما نخلي فين نديك، نديك هنا ونديك هنا ونديك هنا، وشتي البحر انا غنوري ليك، شتي هادي انا غنديك ليها، حتى بلاصه ما داني ليها. كيجي من الخدمه كيتخشى حدا ماما وكيبقى يتوشوشو وش 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 وش. المهم كنشوف حتى كنعيا وكنقول ماشي مشكل الدنيا هانيه. المهم بقينا على هاد الحاله، الراجل ما كنكون انا وياه حتى النهار اللي ماما كتهز راسها وكتمشي عند شي ختو، ولا مثلا كتفي شي بلاصه عاد كنقدر انني نكون انا وياه. وفاش كنكون انا وياه ما غاديش نكذب ونقول لكم احقا والواد انا كنت ما نعرف، انا البنات ما عارفه حتى شي حاجه، لدرجه شي حوايج كيقولهم ليا كنبقى نشوف فيه ما كنعرف ندير والو. وهو كانت اي حاجه كطرى ما بيني وما بينه امو ما كيناش كتجي امو كيعاودها ليها،
ومو كانت كتجي مثلا فاش كيقول لي ديري هادي وما كنعرفش اولا ما كنبغيش ولا كيجيني عجب مو كتجي في العشيه وكتقول لي علاش ولدي ما درتيش لي هادي واش انتي مراه واش انتي عولوا عليها الناس كنقول لها خالتي انا ما عارفاش انا غير وريني وانا معاك هي ما كيعجبهاش الحال وكتقول لي فاش ما عارفاش لهادشي علاش مزوجه لدرجه انها كانت كتدخل في تفاصيل اللي ما خصهاش تدخل فيهم احقا واش حسنتي احقا حيدي الزغب ديال صيغانك احقا لبسي هادي هي اللي كانت كتجبد لي ما نلبس الوقت اللي كانت كتمشي والوقت اللي كتكون طبعا ومؤكد مستحيل انها تبات الراس يعني كانت كتبس وسط منا انا كنعس في قدس والراجل كينعس من الجهه الاخرى وهي في الوسط كتقول لك لا هي ما قداش نعس من وسط منا المهم بداو عليا بالصداع والمشاكل وانا هادشي كيجيني في شكل كنديو مع ماما وكنعاود لها كتبقى حاله في امها وكتقول لي بنتي انا النهار الاول فاش شفتها منعساني في الصاله ومطلع الدري البيت نعسه هي وياه بقيت كنقول هادشي ما هوش ولكن ما ظنيتهاش لهاد الدرجه المهم بديت كنعاود لامي وكنشكى عليها كنبكي عليها امي قلبها من ناحيتي تزير حتى النهار ليا البنات كالجمعه وعقوسين تسمع الصباح تلقى القران انا يا البنات كنت جالسه الفوق حتى بديت كنحس بالتزيره وكنحس بواحد الاحساس اللي ما عمرني حسيت به ترفعت وما بقيتش عاقله على راسي الوقت اللي حليت عينيا قالوا لي كنتي كتغوتي بحر جهدك وكنتي كدوي المهم قالت لي العجوزه احقا محقا انت مريضه وانتم ما قلتوا لنا حتى شي حاجه انت فيك المس قلت لها الله يا خالتي الله انا ما عمرني ما طحت في دارنا قالت لي يا نون وهاد الهضره اللي ما تقوليش ليا على ما ان احنا اللي مرضناك على ما ان احنا اللي درنا لك شي حاجه على ما ان هادي على ما ان هادي المهم السيده خلاتش ليا البنات انا هنا تجمع ليا كلشي كنت كنحس بالحقره كنحس ماشي هذا هو الزواج اللي بغيت الراجل غير كينفخ المعيار والسبان ينوضني مع الست الصباح نوضي ما نعرف شنو ديري من نهار وما طال ويا ليا بالشقا ما كنلقى لا راحتي لا حتى شي حاجه شي لا راجلي قلت لي عطيني غير درهم خاصو يقولها المتشاور معاها ما كانش كيعطيني الدرهم هي الاخرى كنتي الا بغيت تمشي للحمام مو هي اللي كتخلص واحد النهار كتمشي مع واحد عمته وانا ما عنديش فلوس ومو مصيفطاني فاش وصلنا لتما عمته قالت لي ما غتخلصيش الحمام قلت لي هار ما عنديش فلوس قلت لي وعلاش جايه باقي كنعقل عليها فحال اليوم مرضيتش البنات مرضيتش وفاش مشيت قلت له شنو طرا وشنو طرا وعلاش ما عطيتينيش الفلوس قال لي ماشي سوقي دوي مع امي قلت له انا مزوجه بيك ما مزوجاش بامك قال لي انت كتعرفي الزواج غير في هذا الشيء شي حوايج اخرين كديري راسك ما عارفه حتى شي حاجه المهم البنات انا ما عرفتش شنو ندير معاه وبدا كيتزاد عليا هذاك الشيء وهذيك الحاله اللي كنت طحت فيها هذاك النهار ما بقاتش هي الاولى ولي دائما كنطيح ما عرفتش البنات علاش المهم بقيت هكا حتى الهضره وصلت لدارنا امي مشي قالتها لبا با فديك الوقيته كان مسكين حلم بيا وقال لامي ان بنتي ما مرتاحاش امي كانت كتخبي عليه حيت عارفه با شحال حنين فينا با ما قدرش يصبر ولو ثانيه وكان قال لها والو نمشي ونطلع على بنتي نعرف اشنو كدير كيفاش عايشه قال لها هادشي اللي كنحس بيه ما هواش المهم تما كانت قالت لي الخبر كامل وقالت له ان راه كطيح وهذا قال لها علاش ما قلتيهاش ليا نشوف ليها شي راقي نشوف ليها شي حاجه نعرف اشنو بها المهم عيط لي با وقال لي غادي نجي باش نديك انا فاش قلتها للراجل كان ناض ليا وقال لي علاش توصلي لداركم وتقولي لهم انك مريضه ولا بك شي حاجه غادي تجلسي هنا حنا اللي غادي نداويوك قلت له انت ها انت قدامك عمرك ما تسوقتي ليا كنطيح مع عمرك ما سولتي فيا كيفاش بغيتي تداويني قلت له انا غنمشي لدارنا نداوى ونجي قال لي الا مشيتي غير بلا ما ترجعي غير بقاي تما المهم ناض صداع ندويت مع بابا قلت له راه شنو كاين وشنو كاين با عيط ليه قال له ولدي انا علاش دابا كتقول لها هاد الهضره انا راه غنجي غير نديها للتعالج وصافي قال لي انا غنديها ما انا غنديها قال له با شوف انا جاي باش نشوف بنتي المهم السيد ما عجبوش الحال ولكن في داك الوقت فحال برد شويه الوقت يدو مع با كان جا هزني الوقت بعدا نسيت ليكم الوقت اللي تزوجت الكادويات ديالي ماما عطاتني واحد الهردال عطاتني واحد الماناط واحد ليزار ديال ترس الحساب داكشي كامل البنات حتى شي حاجه ما طلع لبيتي كلشي العجوزه داته لواحد الكوان عندها في الصاله وحطاتهم تما والما عند خلاتهم نيشان الكوزينه حوايجي البنات حوايجي هزات منهم داكشي اللي بغات وانا عطاتني داكشي اللي بغات هي كنا البنات كنتغطاو بمانطه قديمه وانا جاي معايا عرام ديال الماناط المهم هاد النقطه عاودتها لكم حيت مازال غنرجع ليها قلت لكم البنات جات ماما وجا بابا
المهم جاو عندي الدار فاش شفتهم عرفتو فحال شفت الجنه، نبكي يا البنات ونهنق ونبوس، نبكي ونهنق ونبوس، كنحس براسي فحال تحقرت، فحال هاد الناس كرفسوا عليا واللي غايقول لي واش ما سولتوش عليهم، سولنا عليهم. ملحق شكون اللي غادي يعرف ان الولد فاش كيكون مع امه الشخصيه ديالو كتلغى؟ تخيلوا البنات اش غنقول لكم، الا قلت لي عطيني غير درهم زريحه خصو يتشاور مع امه، وداكشي اللي قالت امه هو اللي كاين. الوقت اللي كتكون امه الراجل ما كيبقى لا يشوف فيا لا يسقسي فيا، كيولي غير مخشي حدا امه. انا اللي كنولي فحال عاله عليهم، انا اللي كنولي زايده عليهم في النعاس، كينعس ويتخشى فمو، وانا كنبقى نشوف في داك المنظر كنقول لا حول ولا قوه الا بالله تاج هذا العجب. المهم واحد الحاله ما نقدرش نوصف لكم كيفاش دايره، يعني واحد العيشه راه بزاف. والسيد فحال كيتفق هو مو قبل ما كيخرج من الدار مع الصباح كيقول لي نوضي وديري وفعلي وتركي، بحال داكشي اللي غتقول لي مو كيقولوا لي هو، وانا عارفه هادشي كامل جاي من مو. المهم جا با لعندنا والسيد برد، ولكن قال لي بلا ما تمشي نوت انايا. نزلت عند با وقلت له شوف صافي غير سير بلا ما نمشي، لانه هو كنهددني وقال لي الا مشيتي بلا ما تبقاي ترجعي. ناض با بدا كيهضر معاه وكيقول لي شوف خليها تمشي معانا، ورا غتمشي انا كنعرف واحد راقي، انا غير غنداويها ونرجعها، انا بنتي ما عمر موقع لها شي حاجه، تقدر تكون تخطات تقدر تكون هادي، المهم العجوزه غير كتشوف. ناض العجوزه دوات مع الولد، انا ما عرفتش شنو دار بيناتهم، حتى جا عندي الولد وقال لي الا بغيتي تمشي مع دار كم سيري. نط انا جمعت حوايجي بالخف، الوقت اللي كنت كنجمع الحوايج العجوزه واقفه عليا وكتقول لي وما كنتي غتجلسي عام دي زعما زعما دي داكشي قليل. المهم هزيت داكشي قليل بزاف، ماشي داكشي كامل اللي جبت معايا، هزيت تقريبا نقولوا الثلث من الحوايج ديالي. المهم هزيتهم درت يديا في دبا امي وجدينا الطريق لمدينتنا. تخيلوا البنات كيف وصلت وبداني عند واحد الراقي كيف بدا كيقرا عليا القران، بديت كنغوت البنات، وكل مره كندير صوت في الشكل، وهو قال له البنت واكله العصا ديال بصح. والوقت اللي كيدير لي الرقيه كنحس كلشي كتبقى تزعزع، وقال له البنت تقدر تكون حتى واكله اولا داكشي اللي عندها في السحور في كرشها. قال له ضروري ما خصهاش تمشي عند واحد السيد واحد اخر كيدير الاستفراغ، قال هذاك السيد الا كانت عندها شي حاجه راه غادي تبان. المهم عيطنا السيد درنا معاه، قال لي كتجي عندي بلا فطور، هزوني با هو وامي وداوني بلا ما نفطر بلا حتى شي حاجه. وصلنا عند داك الراقي، المهم عطاني شي عشوب شربتهم، هذاك الشيء اللي بدا كيخرج ما عمرني ما كنت كنتخيلش نهار نشوف داك العجب بعينيا، داك الشيء خضر ومعلق في واحد الحاله ما نقدرش نوصفها لكم. السيد صدم وقال لي بنيتي كليتي حتى شبعتي، قال لي فين كنتي؟ قالت له مورا، قالت لي امي راه البنت يلاه تزوجات راه مشات لدار راجلها راه هذا. قال لها شوفي الحاجه، قال لها هذا الشيء بزاف، قالت له واش قديم؟ قال لها ما بان لياش، قال لها حيت كيف شربات كيف تقيات، قال لها يعني ما بانش ليا انه قديم ولكن ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه. هذيك الساعه يلاه بديت كنتنفس واحد شويه. فهاد الوقيته البنات العجوزه ما عجبها حال، الراجل كيعيط ليا وكيقول لي شوفي مشيتي ايوا بقاي في داركم ما بقى عندي ما ندير بيك، صافي غير سيري. امي حتى هي كتقول لي هذا الراجل ما بقى عندك ما ديري بيه، لا امي لا با، لانني عاودت لهم كلشي بالتفاصيل، عاودت لهم العجوزه شنو كدير، عاودت لهم الشقه وتماره اللي كنضرب، المعيار والسبه اللي كيعيرني داك الراجل، قلت الشيء اللي معيشني فيها، يعني لا باش مزوجه حتى شي حاجه. والبنات كنقول لكم انا في النعاس كتنعس حدانا، يعني اش من بقى، يعني ما كاين لا عيشه لا والو، امي عرفاتني غنكون مكرفصه وانا مازال صغيره. وبا قال لي شوفي يا بنيتي ما بقى عندك ما ديري بهذا الراجل، صافي غير جلسي في حالاتك اللهم الطلاق، قال لي انا ما بقى عندك ما ديري بهذه الزواجه. نط البنات انا دويت معاها وقلت لها شوفي انا خاصني حوايجي وخاصني داكشي ديالي، قالت لي اش من حوايج اللي كدوي عليهم، حنا عطينا 10 100 الف ريال واللي ما شاف من هذه الزواجه حتى شي حاجه. قلت الله يا خالتي اش من زواجه اللي غيشوف فيها وانت كتنعزي حدانا، وهي تقول لي الهلهي كان ولدي كنلقى فيك داكشي اللي بغا كون طلع هو وياك البيت كاع ما ينعسك حدايا، سيريا الخانزه سيريا المعفونه سيريا اللي انا اللي كنت كنقول ليها تنقاي سيريا هادي، قالت لي غير خليني ساكته، قالت لي انا وكلت عليك الله. قلت لها خالتي انا ما كندويش معاك، انا كندوي مع هذاك الراجل، وهذاك الراجل هو اللي خاصو يطلقني، هو اللي خاصو يعطيني حوايجي ويعطيني ورقه طلاقي ويعطيني فلوسي وكاع داكشي اللي كنتسال. قالت لي والله الا ديتي منو الدرهم هي الاخرى وولدي غير شمكار وطيري حتى تعيد ودوز داكشي الفلوس ديالك غير حبس وخيار لينا، وانت والله الا ديتي منو الدرهم يا الخانزه يا المسخه يا الفاعله يا التاركه ما خلاتش ليا من المعيار. سيد من النهار اللي جيت ما سول فيا ما سقصى ما حتى شي حاجه، شي ناس قالوا لي انه كيمشي للحانوت داكشي اللي صوروا في الليل كيمشي يسكر به،
انا ما فهمت والو، وهذاك الراجل قبل ما نتزوج به عمر شي واحد ما جبد لي داكشي ديال السكره والشراب، وحتى في الزوج به ما عمره ما شرب. انا ما فهمت والو، واش مولي دايره هادشي؟ واش انا ما نكذبش عليكم، هذا الراجل ما بقيتش باغاه، دوزت معاه دابا قولي غير شهر وشويه، كنحس براسي غادي نحماق، كنحس براسي غنسطى. عرفتي راه البنات شهر دوزوا عليا العذاب الاليم فيه، العذاب الاليم 30 يوم في الجحيم دوزت مع هذوك الاسره. انا ما بقيت منهم، ما بقيت بغيت منهم حتى شي حاجه. انا اليوم بغيت ورقه طلاقي وبغيت حقوقي كامله، لان هاد الناس كرفسوا عليا. ما بغيتش زعما نقول لكم احقا بغيت غير الطلاق ونمشي نخلصوا انايا، لا بغيت حقوقي. ما عرفتش البنات شنو ندير، كيفاش نثبت عليهم هادشي، حتى من حوايجي، حوايجي هما الاخرين باغا نمشي نجوبهم، عارفه ما تعطيهمش ليا. وانا شلا كادو يديس معايا، حوايجي اللي شريت في دهازي، كلشي كلشي يا البنات، كلشي بقى عندها، حتى شي حاجه ما بغات تعطيها ليا. انا هاد السيده ما عرفتش كيفاش نتصرف معاها، وهذا الراجل ما عرفش كيفاش ناخذ حقي منه. حسيت بهم ضحكوا عليا، حسيت بهم ضيعوني في شبابي، غادي نتسمى مطلقه باطله. ما عرفتش البنات هادشي اللي وصلت لكم غير شويه من بزاف، ما داكشي اللي دوزوا عليا في داك الشهر، وشي حوايج كانوا ما نقدرش نهائيا نوصفهم ليكم. يعني راه شي حاجه ما بينك وما بين راجلك كتلقايها عند العجوزه، والعجوزه اللي كتهضر معاك بها ومازال هي كتعايرك بها، وكتقول انت مرا انت خصك تكوني عارفه. كنقولها خالتي انا راه مازال صغيره، انتم اللي خاصكم توريوني، وهذاك الراجل راه عادي، راه سي نورمال، الراجل كبر مني، راه شنو بغيتي؟ كتقول لك لا لا ما لا، انت هادشي خصك تكوني عارفاه. انا هاد السيده تكرفست عليا وخليت ليها الله، واليوم جيت نعاود لكم قصي، حيت اليوم تالفه وحسيت براسي تحقرت، وما بقيتش عارفه لا كيفاش نتصرف ولا كيفاش ندير. الغزاله ديالي هذه هي القصه اللي وصلتني، وكنتمنى انكم تعطيوا الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه. الغزاله هنا ما بقى لي الا نقول لكم ما سخيتش بكم، نتلاقاو ان شاء الله في قصه جديده. السلام عليكم.